يهدف مشروع تبروز من خلال ممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص إلى الاندماج الاجتماعي ل 96 طفلاً من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاماً ينحدر معظمهم من أوساط شعبية فقيرة في مقاطعتي نواذيب وتجونين. من الأطفال الذين لم تتح لهم الفرصة للولوج إلى التعليم العمومي أو يعيشون في ظروف اجتماعية صعبة. ويسعى هذا المشروع من وراء ذلك إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي للأطفال وأسرهم من خلال احترام وضمان حقوقهم الأساسية في الحصول على التعليم والعلاج على قدم المساواة ودون تمييز. بالإضافة إلى ذلك سيوفر هذا المشروع 35 وظيفة عمل دائمة طوال فترة تنفيذه ووظائف وأعمال أخرى غير مباشرة.